سيد مبارك النور عبد الله، عضو التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان، مرحبا بك. ونسأل عن يعني ما هو الجديد في ملف شرق السودان، يعني خاصة بعد أن أعلن الفريق أول البرهان أنه هنالك وفد مركزي سيصل إلى بورسودان خلال اليومين القادمين، يعني هل نتوقع أن يتم فتح الطريق قريبا؟ تحية لك والتحية لكل الشعب السوداني في كل أرجاء الدنيا. حقيقة نحن في شرق السودان لنا قضية، قضيتنا واحدة وقضيتنا عادلة وقضيتنا يعيها كل الشعب السوداني. قلنا بالوضوح، قلنا نحن نريد إلغاء مزار سلام شرق السودان، ونحن نريد منبر تفاوض جديد، ونحن نريد إعفاء الحكومة الفاشلة وإبدالها بحكومة كفاءات وطنية مستقلة. الذي تحقق هو إعفاء الحكومة الفاشلة فقط. بقية مطالبنا لا زالت عالقة، لا زالت لم تحقق. ما لم تحقق مطالبنا لن نفك العقبة، لن نفك الموانئ، مطالبنا واضحة. لكن الآن في وفد سيأتي إلى شرق السودان، ألا يشكل هذا تطور؟ نعم الوفد سيأتي لكن ما أتى. الوفد بعد ما يأتي ونشوف ماذا في جعبة الوفد حتى بعد ذلك نتخذ القرار المناسب. لكن ما لم يصلنا الوفد وما لم نشوف في الأفق حلول واضحة لن نفك العقبة. نحن أغلب العقبة ليست للمزايدات السياسية بل لقضية عادلة واضحة. عشان كده نحن ما بنفك العقبة ما لم تحل قضيتنا حلا جذريا. وعلى الملأ يسمع كل الناس، كل الدنيا يعرف انه مشكله تحلت بعد ذلك نفك العقبه، لكن ما لم تحل مشكلتنا لن نفك العقبه. هذه مزايدات، كثير من الناس تفكوا العقبه، اتصلوا لهم تلفون، ده كلام ما عنده قيمه، ونحن ما بيعنينا كثير، نحن اللي بيعنينا نحن عندنا قضيه. الاجراءات الاستثنائيه بخصوص الدواء وغيرها مستمر الافساح. الدواء مستمر، ما في زول وقف الدواء اطلاقا، ما في حد وقف الدواء اطلاقا. من البداية احنا يوم واحد ما وقفنا الدواء، بل قاعدين نساعد في مرور الدواء. قلناها بالفم المليان، قلنا اي دواء موجود تعالوا ورونا محله وين، احنا مستعدين نسكه ويمشي حتى لو من جيوبنا الخاصة، حتى لو من مالنا الخاص. الا تبدو سيد مبارك يعني الحالات الطارئة ما عندنا مشكلة، لكن اي حالة ثانية لن تسمح بمرور اطلاقا. بعد كلام الفريق اول البرهان، يعني الا تبدو لكم ان الفرصة لحل المشكلة تلوح في الأفق، خاصة وأنه تحدث عن أنه ليس مسار شرق السودان فقط ولكن حتى مسار الشمال والوسط تحتاج كل هذه المسارات إلى مراجعة؟ يعني نحن رحبنا بقرارات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. هذه قرارات شجاعة، قرارات صحيحة، قرارات في وقتها، ونحن من هنا نشيد بهذه القرارات ونؤكد أن واحد من مطالبنا اللي هو حل الحكومة وغد تحقق. لكن ليس مطالبنا كلها، نحن نطالب ببقية مطالبنا تتحقق وعلى وجه السرعة، لكن قرارات في محلها، والحكومة حكومة فاشلة. كل الناس تعي ذلك جيدا. هذه الحكومة التي تسببت في كثير من المشكلات سياسية، مشكلات اقتصادية، مشكلات أمنية، حكومة فاشلة من الرئيس حتى آخر أحد فيها حقيقة. فهذا يمكن الشعب السوداني الآن كله يتنفس الصعباء بعد ان اعفيت هذه الحكومه الفاشله. والان الدليل ان الشعب السوداني كله الان فرح بما قام به الرئيس البرهان من قرارات. فعشان كذا نحن الان هذه الحكومه فاشله تعلمونها جميعا، ونريد مزيد من القرارات لاصلاح البلد الذي يمكن تعرض لكثير من المشكلات بسبب هذه الحكومه الفاشله، بسبب هذا الوضع السيء المتردي اقتصاديا وسياسيا وامنيا وغيره، بسبب كثير من المشكلات. فعشان كذا نحن الان القرار بتاع الحكومه هو قرار صحيح، لكن ثم ماذا بعد؟ نحن نريد تنتظرون زياره الوفد. لكن متى سيأتي الوفد؟ حتى الآن لا يحدد، يعني بعد، لأنه كلام الفريق أول البرهان يقول في خلال يومين حسب ما أذكر. يعني والله نحن ننتظر نشوف إذا جاءنا وفد وأكد لنا حل لمشكلتنا. قطعا ليست لدينا الرغبة كان في إغلاق العقبة وغيرها، لكن إذا لم يأتي الوفد ولم تحل مشكلتنا فهذا مفترض
الإنسان يعذرنا ومفترض العالم يعذرنا ومفترض كله ذي بصير يعذرنا يعني. نرجو أن يأتي الوفد عاجلا وأن تحل المشكلة بشكل عاجل إن شاء الله. سيد مبارك النور عبد الله عضو التنسيقي العليا لكيان شرق السودان، شكرا جزيلا.